طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بيكم معايا ودرس جديد من دروس ماده الدين، وهو اول دروس المحور الثاني، الايمان بالكتب السماويه. الايمان بالكتب يا اولاد هو ان نؤمن بكل الكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى على الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، والتي تضمنت التنبيهات والتشريعات الالهيه التي تنفع الناس. الكتب السماوية يا ولاد هي الكتب اللي أنزلت على الأنبياء، زي التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والكتب دي يا ولاد تضمنت التنبيهات والتشريعات الإلهية التي تنفع الناس، فيها الأشياء التي تنفع الناس وتحقق لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وآخر الكتب السماوية هو إيه يا أولاد؟ القرآن الكريم الذي بين يدينا. آخر الكتب السماوية هو القرآن الكريم، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف والتبديل. ما فيش حد يقدر إنه يبدل حروف القرآن وإن كده الناس ما عادتش تعرف القرآن، لأ. لأن ليه يا أولاد؟ لأن ربنا عز وجل تعهد بحفظه، قال إنه هيحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تبديل. إن حد يألف ويقول دي صورة وهي مش صورة، لا، مستحيل. ليه يا أولاد؟ ليكون معجزة خالدة إلى يوم القيامة، ولذلك جاءت تعاليمه صالحة لكل زمان ومكان لتتحقق السعادة والخير. لو نلاحظ يا أولاد تعاليم القرآن الكريم نراها صالحة لكل زمان ومكان لتحقق السعادة والخير. وطبعا بنقول تاني أن القرآن الكريم هو آخر الكتب الإيه؟ السماوية. درس بسيط وجميل، ويلا نحل الأسئلة. السؤال الأول بيقول: رتب الكتب السماوية حسب نزولها ثم أكمل الجدول. بنرتب الكتب السماوية اللي قدامنا دي حسب نزولها. إيه أول حاجة نزلت؟ عندنا الإنجيل، القرآن الكريم، التوراة. إيه أول كتاب أنزل من الكتب دي؟ برافو عليكم، التوراة أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. تاني حاجة، برافو عليكم، الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. تالت حاجة والأخيرة، آخر الكتب السماوية وهو القرآن الكريم. نيجي بيقول لي الكتاب السماوي، وجايب لي أسماء الكتب السماوية، بعض الكتب السماوية، والرسول الذي أنزل عليه. الإنجيل، من الرسول الذي أنزل عليه الإنجيل؟ برافو عليكم، سيدنا عيسى ابن مريم، ابن مريم عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام. القرآن الكريم طبعا أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب التوراة يا أولاد زي ما قلنا أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. بعد كده يا أولاد بيقول: لون حول عدد أولي العزم من الرسل ثم اكتب أسماءهم. 4 5 6 8. أولي العزم من الرسل كانوا كم رسول يا أولاد؟ برافو عليكم، كانوا 5 من الرسل. أولي العزم من الرسل كام يا أولاد؟ 5. بيقول لي اكتبهم، نقولهم مع بعض. أول واحد مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. 2، ها، سيدنا إبراهيم الأول، سيدنا إيه؟ إبراهيم. 3، ها، سيدنا موسى. 4، سيدنا ها عيسى عليه السلام. 5، والأخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دول الخمسة اللي هم أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا أولاد بيقول لي صل ثم أجب. الكتب السماوية تدعو إلى إيه؟ برافو عليكم، تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. طيب تتضمن إيه الكتب السماوية؟ تنبيهات وتشريعات إلهية تحقق إيه؟ الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. بعد كده بيقول لي ما معنى الإيمان بالكتب السماوية؟ طبعا معناها أن نؤمن بإيه؟ أن نؤمن
بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى على مين يا أولاد؟ التي أنزلها الله تعالى على مين؟ على رسله. يبقى معنى الإيمان بالكتب السماوية أن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله على رسله جميعا عليهم السلام. بعد كده بيقول لي القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة إلى إمتى يا أولاد؟ برافو عليكم، إلى يوم القيامة. طيب القرآن الكريم حفظه الله تعالى من إيه؟ من التحريف والتبديل زي ما قلنا، محدش يعرف يغير في كلامه. تعاليمه صالحة لكل زمان ومكان. آخر نقطة في سؤال النهاردة بيقول لي ماذا نتعلم من القرآن الكريم؟ كل ما ينفعنا ها في الدنيا والآخرة. زي إيه؟ زي إن إحنا نتعلم الصلاة والصيام والزكاة وهكذا. وبكده يا أولاد أنهينا درس اليوم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.